السلام عليكم، أتمنى تكونوا بتمام الصحة والعافية. أطلت عليكم كثيرا هذه الفترة، لكنني إن شاء الله سأستمر بسلسلة فيديوهات لأسعار الهواتف وجديد السوق وخاصة في هذه الفترة. اليوم في هذا الفيديو سنتطرق إلى أفضل الهواتف ما بين سعر 2 سنتيم إلى 2500 سنتيم. الهواتف في هذه الطبقة السعرية محدودة وبمواصفات متقاربة، لذا اخترت لكم أفضل 3 هواتف بين هواتف عديدة في هذه الطبقة السعرية. قبل البداية أصدقائي، أعطونا لايك الفيديو واشترك في القناة، دعموا وليد بلادكم. بدون إطالة أنا أصيل وبسم الله نبدأ حلقتنا. أهلا بكم من جديد. بالنسبة لهذه الهواتف التي سأذكرها موجهة للاستخدام العادي بشكل عام، والهاتف الأول الذي معنا وهو الريدمي 9C، هاتف موجه للاستخدام العادي فقط، فيسبوك ويوتيوب وباقي وسائل التواصل. تصميم 9C عصري بخامة من البلاستيك. أما من الأمام جاء بشاشة 6.35 إنش بدقة الـ HD Plus من نوع الـ IPS LCD مع طبقة حماية من الجيل الثالث وبتردد 60 هرتز. شاشة ضعيفة جدا، ألوانها متوسطة ودقتها ضعيفة جدا، وهذه من العيوب القاتلة للـ 9C. أما بالنسبة للأداء، جاء بمعالج متوسط مقارنة مع سعره، من نوع الميديا تيك الهيليو G35 بدقة تصنيع 12 نانو. أداؤه جيد جدا في الاستخدام العادي ومقبول كهاتف في هذا السعر. أما بالنسبة للرامات والتخزين، أن جاء بنسختين، الأولى 2 مع 32 جيجا بايت كذاكرة تخزين داخلية، والثانية 3 مع 32 جيجا بايت كذاكرة تخزين داخلية. الكاميرات الخلفية ثلاثية العدسة، الأولى والرئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل، أما الثانية والثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل لكل واحدة. تصور فيديو بدقة 1080 وب 30 إطار في الثانية مع سيلفي 5 ميجا بيكسل. كاميرات ضعيفة لا تستطيع الاعتماد عليها إطلاقا. أما البطارية جاءت بسعة ضخمة 5000 ميلا أمبير وتدعم شحن سريع. حسب الاستخدام، البطارية تصمد يومين كاملين في الاستخدام العادي ويوم واحد في الاستخدام المكثف، شيء جميل جدا وخاصة عند التصفح. نأتي للسعر. بالنسبة لنسخة الاثنين مع 32 جيجا بايت جاءت بسعر 21000 دينار جزائري. أما نسخة الثلاثة مع 24 جيجا بايت جاءت بنسخة 23000 دينار جزائري. ننتقل للهاتف الثاني، الريدمي 9. هذا الهاتف يعتبر أرخص هاتف موجه للألعاب بدون منازع. تقدر تلعب عليه ببجي وفري فاير بشكل عادي. من الآخر، ما كانش هاتف تقدر تلعب به ببجي بجمعين و500 ألف. الريدمي 9 جاء بتصميم بلاستيكي جذاب بألوان جميلة جدا. من الأمام جاء بشاشة 6.43 إنش بدقة الفول HD بلس من نوع الـ IPS LCD، الهاتف الوحيد اللي ممكن تلقاه بدقة الفول HD بلس تحت سعر 25000 دينار جزائري. بالنسبة للحماية، جاء بطبقة حماية من الجيل الثالث وبريفرش ريت 60 هرتز. شاشة أقل ما يقال عنها أنها رائعة مقارنة بسعر الهاتف. أعيد وأنوه، كل هذه المواصفات تأتي في هواتف فوق 30000 دينار جزائري، لكن الريدمي 9 سعرها أقل. من حيث الأداء، جاء الهاتف بمعالج من الميديا تيك الهيليو G80 بدقة تصنيع 12 نانو، معالج قوي جدا يشغل ببجي وباقي الألعاب بجودة جيدة وفريمات لا بأس بها، يعني تقدر تلعب عليه بأريحية تامة. بالنسبة للرام والتخزين، جاء بنسختين، الثلاثة مع 32 والأربعة مع 24 كذاكرة تخزين داخلية. الكاميرات رباعية العدسة، الرئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل والثانية 8 ميجا بيكسل و 5.2 ميجا بيكسل للثالثة والرابعة، أما السيلفي جاء ب 8 ميجا بيكسل. أما الفيديو يصور بجودة 1080 ب 30 إطار في الثانية. البطارية رائعة، جاءت بسعة 5020 ملي أمبير مع شحن سريع 18 واط. هاتف ممتاز لمستخدمي الألعاب، بطارية ذات سعة جيدة يعني تشدلك، وإضافة إلى ذلك شاحن سريع بقوة 18 واط. أما إذا كنت مستخدم عادي فلا غبار عليها. بالنسبة للسعر،
لنسخة 332 جاء بسعر 23000 دولار جزائري، والتي لا أنصح بها إطلاقا. ثقيلة نوعا ما في واجهة المستخدم، بالنسبة للتطبيقات والألعاب تواجه مشكلة أثناء فتح التطبيق. أما النسخة الثانية والتي أنصح بها وبشدة هي نسخة 4x64 جيجا بايت، والتي جاءت بسعر 25000 دولار جزائري. هاتف روعة أنصحكم بشرائه. ننتقل لآخر هاتف معنا ومن سامسونج ولعشاق هواتف سامسونج، معنا M11، هاتف متوسط موجه للاستخدام العادي. جاء بخامة من البلاستيك، من الأمام جاء بشاشة 6.4 إنش بدقة الـ HD Plus فقط من نوع IPS TFT، وهذا ما يزعج في الهاتف، دقة الشاشة المنخفضة جدا وخاصة مع هواتف سامسونج. بالنسبة لطبقة الحماية لم تبينها شركة، لكنها قاربة للجيل الثالث. بالنسبة للأداء، جاء M11 بمعالج من سناب دراجون 450 بدقة تصنيع 14 نانو. هاتف ممتاز في الاستخدام العادي، غير موجه للألعاب، يعني إذا كنت حاب تشتري هاتف غير باش تلعب غير ما تخسرش دراهمك، لأنه غير موجه إطلاقا للألعاب، لكن للاستخدام اليومي من تصفح وفيسبوك ويوتيوب ممتاز جدا، ويقدم لك تجربة ممتازة مقابل السعر، وخاصة لمحبي هواتف سامسونج. بالنسبة للرام والتخزين جاء بنسختين، 33 جيجا بايت والـ 44 جيجا بايت. أما نظام الكاميرات الثلاثية، رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، والثانية والثالثة 2.5 ميجا بيكسل لكل واحدة. أما السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، كاميرا جيدة جدا خاصة في الضوء. أما الفيديو بدقة 1080 ب30 إطار في الثانية. البطارية جاءت بسعة 5000 ميلي أمبير مع شحن سريع 15 واط، بطارية تدوم يوم ونصف في الاستخدام العادي. بالنسبة للسعر، النسخة 3x32 جيجا بايت جاءت بسعر 26000 دولار جزائري. بالنسبة للأسعار التي ذكرتها تختلف من ولاية لولاية، ولكن على العموم هذه الأسعار الموحدة في الولايات الكبرى. كانت هذه أفضل 3 هواتف بسعر 25000 دولار جزائري من وجهة نظري. أي استفسار أو تساؤل اتركه في التعليقات وسأجيب إليه إن شاء الله. إلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا أصدقائي أعطونا لايك للفيديو واشتراك في قناتي. كان معكم أصيل، دمتم في حفظ الله، إلى اللقاء.